يروى أن الشيخ الفاضل محمد الطاهر بن عاشور صعد على منبر جامع الزيتونة بعد أن مر أثناء طريقه للمسجد بنساء متبرجات عاريات، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: نساء من هؤلاء الذين في الأسواق؟ كررها: نساء من هؤلاء الذين في الأسواق؟ فعم الصمت المطبق في الجامع. جلس الشيخ المبجل وقام وقال: لا خير في صلاتكم ونساؤكم عرايا، أقم الصلاة. وبهذا ننهي هذا المقطع ليكون أقصر مقطع في قناتنا، فتأملوا.